الإنسان كلما اتسع علمه، كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. أعطيك مثالا، لو أتاك سائل يسأل وأنت لا تعرفه، أنت تجهل حاله، ومن ثم فإن رحمتك به قد تكون قليلة فتعطيه قليلا من المال، أو ربما لا تكون هناك رحمة فلا تعطيه شيء. لما؟ لأنك لا تعلم بحاله. لكن لو كانت لديك أمارات وعلامات على صدقه ترحمه، لكن ليست بتلك الرحمة فتعطيه. لكن لو علمت أن هناك سائلا وفقيرا محتاجا وقفت على حالته وعلمت ما لديه وما هو مورده، ألا ترحمه؟ بلى، تكون هذه الرحمة له أوسع. لما؟ لأنها تابعة لعلمك. فلما اتسع علمك بحال هذا الرجل اتسعت رحمتك.